رحب برئيس النقابة العامة للنقل البري الأستاذ أشرف الدكار. أستاذ أشرف، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. أهلا بحضرتك، أهلا بيك. خدتوا القرار وأعلنتوا اليوم تأييدكم لسيادة الرئيس للفترة القادمة. إن شاء الله. إحنا طبعا إحنا قطاع نقل بري من أكبر القطاعات الموجودة، لأن إحنا شريان الحياة في البلد. النهارده حضرتك يعني أكثر ناس حاسين بإنجازات السيد الرئيس، لأن إحنا اللي موجودين على الطرق وعلى الكباري وعلى المدن الكبيرة. صحيح. إحنا موجودين وحاسين، وإحنا كنقل بري كمان لنا إن إحنا موجودين على الطرق اللي موجودة، على سواء طريق السودان، على طريق ليبيا، البرادات اللي بتسافر بره. إحنا أكثر ناس حاسين بالإنجازات اللي عملها السيد الرئيس. طبعًا إحنا أكثر ناس حاسين بالاستقرار في البلد، بالأمن والأمان. إحنا كنا بنخاف نمشي حضرتك لأيام 2013 و 2012، كنا بنخاف نمشي على الطرق وكان بيحصل حوادث كتيرة طبعًا وخطف كتير، ويعني نقول ربنا ما يعود للأيام دي تاني. اللهم آمين، اللهم آمين يا رب. طبعًا إحنا كانت أيام مرعبة، أنا ما أعتقدش إن في حد فينا نسيها. طبعًا لا يمكن، لا يمكن. حضرتك كنت بتخافي بنتك تنزل او ابنك تنزل او امتى حضرتك تنزلي؟ انا نفسي كنت بخاف، احنا كلنا كنا بنخاف. واحنا هننكر؟ مش احنا ده عشناه استاذ اشرف، احنا عشنا ده، مش ما حدش حكى لنا، يعني اقصد احنا شفناه بعنينا وعشناه، ما حدش حكى لنا. حقيقه نعم. لازم كلنا نبقى واخدين، احنا بس مشكله ان احنا ما ننساش اللي حصل لنا. ايوه، يعني احنا مش عاوزين ننسى اللي حصل لنا. ايوه، انما انجازات احنا شايفينها بعينينا. حضرتك انا 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 برضو ماسك الاتحاد العربي للنقل على مستوى القطر العربي، سواء بري او نقل بحري او نقل حديد او نقل جوي. حضرتك انا لسه جاي من، كنت في لبنان، في سفريه بلبنان. حضرتك لو تشوفي الوضع عامل ازاي هناك. كان 10 دول عربيه. مش عاوز اقول لك الحمد لله، انا بقول انا هنزل مصر ابوس تراب مصر. ايوه، ما بنحسش بقيمتها لما بنسافر. صحيح. لا والله ما شفت، خصوصا في دول فيها الاسعار غاليه جدا جدا. نعم، المحروقات غاليه جدا هناك. ايوه، يعني ماساه، عايشين ماساه. احنا في نعمه كبيره ربنا عليها، والله ربنا عليها. صحيح، ونستحمل عشان نعدي. اكيد احنا قطاع كبير حضرتك، النقل البري احنا اكتر من حوالي 2 مليون. ما شاء الله، العدد عندكم اكتر من 2 مليون. تمام، على مستوى الجمهوريه كلها 2 مليون. وكل الاعضاء يا فندم عندها فكره وعندها الوعي الكافي بالتحديات اللي بتحصل، سواء داخليه او التحديات الخارجيه. وخلينا نقول في وسط كمان، عشان نبقى موضوعيين اكتر، انا ست بحب ابقى موضوعيه، في ظل كمان ازمه اقتصاديه وفي ظل كمان غلاء اسعار، انما هم واعيين للتحديات اللي بتواجه البلد. طبعا حضرتك واعيين جدا، لان احنا اكتر ناس حضرتك النهارده ان كان نقل سفريات او نقل ركاب، بيركبوا مع الناس وشايفين وحاسين. طبعا احنا بنقول ان في الحاله الاقتصاديه